السلام عليكم. قبل أن تحترق ورقة الحوثي في حال خسر الحديدة، تكشف إيران عن وجهة جديدة لاستثمارها لميليشيا الحوثي كأحد أوراقها التفاوضية في معركها مع العالم. فقبل سقوط الحديدة كلياً ومينائها الذي يشكل شريان الرئيس المغذي لميليشيا الحوثي بموارده أو بالوقود أو بالأغذية التي تصل كمساعدات، يأتي التصريح الإيراني حول موافقة طهران على العمل مع البريطانيين والفرنسيين والألمان لإنهاء الصراع في اليمن، وأن إيران ستستخدم نفوذها في تقريب وجهات النظر وعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات. لكن قبل الحديث عن جدوى هذه التصريحات ودلالاتها السياسية، تبرز عدة تساؤلات حول طبيعة المحادثات الإيرانية الأوروبية وعلاقتها بالحرب الدائرة باليمن. ولماذا تظهر إيران نفسها في هذا التوقيت عازمة على الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في اليمن حتى وإن كانت تحت مبررات إنسانية؟ هل لهذا الأمر علاقة بمحاولات طهران إنقاذ الاتفاق النووي وهي بذلك ترمي بآخر أوراقها لاستثمارها في معركتها النووية؟ أم أنها محاولة لإنقاذ حلفائها في اليمن خصوصا قبيل سقوط الحديدة كليا ومينائها الذي يشكل شريان الرئيس المغذي لميليشيا الحوثي بموارده بل وبالأسلحة بحسب العديد من التصريحات والتأكيدات؟ مشاهدينا الكرام، حول التصريحات الإيرانية الأخيرة وعلاقتها بمعركة الساحل الغربي والحديدة ستكون حلقتنا لهذه الليلة، أناقشها مع ضيفي هنا في الأستوديو الصحفي نجيب اليافعي، وسينضم معه عبر الهاتف الدكتور محمد جميح. فأهلا بك بداية أستاذ نجيب. مرحبا، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ حوارنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مع اشتداد المعارك في الساحل الغربي وقربها من مدينة الحديدة، يخشى الحوثيون خسارة هذه المحافظة التي تمثل لهم شريان الحياة وآخر حصون بقاء الانقلاب. وبالتزامن مع قرب خسارة الحوثيين للحديدة، أطلق مسؤول إيراني رفيع تصريحات لوكالة رويترز أكد فيها استعداد بلاده للعمل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء الصراع في اليمن. وقال المسؤول الإيراني: سنستخدم نفوذنا لإحضار حلفائنا إلى مائدة التفاوض. إيران وحلفاؤها الحوثيون محاولات للإنقاذ أم للمقايضة؟ صحيفة ميدليست الدولية نشرت في صفحتها الرئيسية خبرا بعنوان: إيران تبتز أوروبا، إنقاذ الاتفاق النووي مقابل هدنة في اليمن. خطوة ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وضعت الأخيرة وسط خيارات صعبة ليس أقلها محاولة إنقاذ الاتفاق مع الأوروبيين. الدول الأوروبية تسعى أيضاً لإنقاذ الاتفاق وتجنب أي تصعيد في المنطقة، ولذا فإن ميليشيا الحوثي قد تكون الكرت الذي ستضحي به إيران لكسب معركة الاتفاق النووي. مراقبون يقولون إن تحركات القيادات الحوثية وحلفائهم الإيرانيين بالحديث عن موافقتهم على الجلوس على طاولة الحوار ليس سوى تكتيك لكسب الوقت ومنع سقوط الحديدة في قبضة الشرعية، لأنه إذا تم ذلك سيخسر الحوثيون أهم أوراقهم التفاوضية ولن يكون هناك معنى لطاولة الحوار. بين نارين يضيق مصير الحوثيين، نيران القوات الموالية للحكومة التي تلتهم المناطق بشكل متسارع في الحديدة، ونيران المقايضة الدولية من قبل إيران بين أروقة التفاهمات في أوروبا. إذن أستاذ نجيب، يعني هذه التصريحات برأيك هل هي محاولة لإنقاذ الحلفاء في اليمن أم أنها ترمي بآخر أوراقها لكسب الاتفاق النووي؟ بالنسبة لإيران أعتقد أنها يعني هذا التصريح في هذه اللحظة وفي هذا التوقيت هو فعلا لا يمكن أن يخلو من الأزمة الإقليمية التي تعانيها، وخصوصا بعد إلغاء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هي بالفعل تعتقد أن الحوثي هو أداة ومجرد ورقة ممكن أن تستخدمه في أي لحظة، وبالتالي مثل هذا التصريح أعتقد أنها تحاول أن ترمي بورقة للاتحاد الأوروبي وخصوصا بريطانيا وفرنسا، يعني الدولتين التي تعاطفتا مع إيران ووقفت ضد خطوة ترامب فيما يتعلق بإلغاء الاتفاق النووي. لكن ليست المسألة بهذه السهولة. من يشاهد ما تقوم به إيران في المنطقة، واليمن ليست بمعزل عن أدواتها التي تحركها خصوصا في العراق وفي سوريا، إيران في هذه المرحلة تعيش مرحلة نشوة غير عادية. يعني كسبت في سوريا وحصلت في العراق على امتياز غير عادي،
وكسبت أيضا في الانتخابات اللبنانية وحصد حزب الله وحلفاء أيضا في لبنان وأصبحوا رقم صعب جدا. وبالتالي أعتقد أن اليمن أيضا ليست بهذه السهولة، ليست مجرد ورقة يمكن أن ترمي به من خلال قلب الحوثيين. لكن في نهاية الأمر نجيب، يعني معروف أن اليمن ليست بأهمية سوريا أو لبنان بالنسبة لإيران، يعني هي ليست تلك الورقة رابحة، وهي الورقة التي ممكن أن تضحي بها، يعني هي لا تود التفاوض بشأن سوريا أو العراق أو لبنان بحكم يعني العلاقة التي قد امتدت فيها، هي أصبحت متمكنة هناك تماما. ولكن في اليمن المسألة مختلفة. هي مختلفة لكنها مسألة رابحة ورخيصة جدا، يعني الحوثيين بالنسبة لإيران هو يعني من المسائل المربحة لهم وبسعر رخيص جدا. حينما نتحدث عن جماعة الحوثية التي أصبحت محادة للسعودية وأصبحت في تماس مباشر مثل ما كان حزب الله، يقوم بعمليات مناوشة مع إسرائيل ويشتبك مع الإسرائيليين يعني في الحدود. اليوم بكل بساطة إيران إذا أردت أن توجه رسالة للسعودية تستطيع أن تتواصل مع الحوثيين، والحوثيين قاموا بإطلاق عدة صواريخ، وبالتالي هذه ورقة ستظل مؤذية للسعودية وستظل يعني من أهم الأوراق التي تمتلكها إيران. لا يمكن لإيران أن تضحي بهذا الشغل، يعني هي استثمرت في الحوثيين من الثمانينات والتسعينات وحتى اليوم، وليس بهذه البساطة. يمكن أن تسعى مع الحوثيين ومع حلفاء الأوروبيين لجلب الحوثيين إلى طاولة الحوار، لكن دون التخلي عن المكاسب التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية. ونحن الآن نشاهد هي التي لن تتخلى أستاذ نجيب أم الحوثيين أنفسهم؟ يعني المسألة ليست بهذه البساطة بالنسبة للحوثيين، مجرد أن تقول لهم إيران عودوا إلى كهوفكم سيعودون، يعني المسألة يعني هل تتوقع أنها مسيطرة عليهم بهذه السيطرة الكلية التي يمكن أن يستجيبوا لها في حال طلبت أي طلب؟ بالنسبة للحوثيين المسألة ليست بهذه الطريقة، لأن نحن نعتقد أننا استفادوا من إيران، وإيران أيضا استفادت من الحوثيين بشكل مباشر ورئيسي. ولكن المزعج في هذا الموضوع هو أن يتحول الحوثيين وأن يحصلوا إذا ما قرروا الدخول في مفاوضات جديدة وعبثية مثل ما دخلوا في الفترات الماضية، هو أن يصلوا إلى مرحلة أن يصلوا فيها للحصول على الغطاء الشعبي والسياسي. بالنسبة لهم سيكون هذا يعني إنجاز ربما لم يحققه خلال أكثر حتى من 100 عام وحتى خلال الفترة الماضية. إذا حصل الحوثيين على غطاء شعبي وحتى اعتراف سياسي من خلال إدخالهم مرة 10 و20 في مسألة المفاوضات السياسية من جديد، أنا أعتقد أن الحوثيين أيضا يكسبون ويبسطون كل يوم. وخلال 4 سنوات يعني منذ بداية الحرب وحتى الآن هم عمليا يثبتون أقدامهم في المناطق. نحن نتحدث عن شمال الشمال، الخزان البشري الذي يقاتل اليمنيين في كل منطقة وفي كل بقعة. ليس من السهولة بمكان الحديث عن هذه الفترة دون الحديث عن الحصول على الأراضي، دون الحديث عن الحصول على استمرار التجنيد البشري الهائل الذي نشاهده الآن يتوزع في كل منطقة. حينما يتحرك الحوثيين في مناطق شمال الشمال وفي مناطق الوسط وفي المناطق الغربية بالإضافة إلى الحديدة، نحن نتحدث عن إمكانات غير بسيطة وغير عادية. والإمكانات التي حصل عليها الحوثيين من خلال حزب الله ومن خلال الإيرانيين أعتقد أنها ساهمت معهم بالوصول إلى هذه المرحلة. نعم، إذا أستاذ نجيب ربما يطرأ سؤال، يعني ما الذي استجد بالنسبة للمجتمع الدولي؟ نعلم أنه منذ بداية الحرب اليمن لم تكن بتلك الورقة المهمة بقدر سوريا بالنسبة للتفاوض أو الضغط على إيران من خلالها. الآن إيران تتحدث عن إقناع الحلفاء بوقف إطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية مقابل يعني الاتفاق النووي. لما أصبحت الآن اليمن ورقة بالنسبة للمجتمع الدولي يمكن التفاوض عليها؟ إيران تدرك جيدا أن السعودية تعيش في مخاض عسير، خصوصا في البيت الداخلي والصراع الشديد الذي تخوضه عائلة الملك سلمان مع ولي عهده مع مختلف الأطراف داخل البيت السعودي. وبالتالي هي أيضا تحاول إنقاذ يعني ما يمكن أن نتحدث عنه، ما يمكن إنقاذه، محاولة يعني مد ورقة للسعودية حتى تحاول أن تخرج من هذا المأزق الذي أدخلته، وخصوصا في اليمن. السعودية للأسف الشديد من خلال إطالة أمد المعركة، من خلال العبث مع الإمارات في مناطق الجنوب ومناطق المحررة، من خلال الاستمرار في إدارة التناقضات سواء في الجنوب أو في تعز أو في المناطق الغربية، من خلال عدم حسم المعركة. نحن نتحدث الآن عن 4 سنوات، هذه الفترة كانت كافية لإخراج الحوثيين ليس من اليمن بل حتى من المنطقة بأكملها. ولكن إيران هي تدرك أن السعودية في مرحلة عجز شديد، وبالتالي هي تحاول أن تقدم لهم مسألة العودة إلى المفاوضات، العودة إلى الحل السياسي. وهذا طبعا هذه النغمة تطرب لها السعودية بشكل رئيسي، ونحن سمعنا محمد بن سلمان الفترة الماضية يتحدث عن
عن الحل السياسي باعتباره هو المخرج الرئيسي لما يحصل في اليمن. إذن يعني حتى مع التقدم في الحديدة والخسارات التي مني بها الحوثي في الحديدة، يعني ما زال الموقف صعب بالنسبة للسعودية؟ ما زال الحديث، أعتقد أنه ما زال الحديث مبكر عن مسألة ما يدور في الحديدة. هناك أشياء غامضة تدور يعني على الأرض، نحن نشاهد الاتجاه بشكل مباشر ورئيسي في المناطق الساحلية دون الحديث عن المناطق الداخلية. نعم. وهي مناطق شاسعة وواسعة ويمكن للمعارك أن تستمر فيها لفترة طويلة. نحن نتحدث عن مسألة الألغام التي زرعت على طول الطريق، يعني من غير الممكن الحديث عن حجم الألغام التي زرع الحوثيين خلال الفترة الماضية. الحوثيين كل ما يجدوا فترة يتنفسون فيها هواء يقومون بزرع آلاف الألغام. نحن شاهدنا ما حصل في الجوف وما حصل في المارب وما يحصل الآن في البيضاء وما يحصل أيضا في المناطق الغربية. يعني أنت تتأخر شهر ويقوم بزراعة يعني آلاف الألغام التي قد تعيقك يعني أكثر من شهرين ثلاثة أشهر حتى تصل إلى هذه المراحل التي وصلنا لها. بالنسبة للحديدة، الحديدة تعاملوا معها باعتبارها ميناء كيان إنساني. نحن نتحدث عن الدول الغربية، الدول الغربية التي تحدثت في البداية عن أن البنك المركزي هو بنك مستقل ولا يمكن يعني يجب تحييده، وبالتالي حصل الحوثيين على أكثر من 4.5 مليار دولار هي السيولة النقدية التي كانت في البنك المركزي، وارتفعت العملة بعدها وطارت في الهواء. اليوم نفس الكلام يتحدث عن ميناء الحديدة بهذه الطريقة، والغرض الرئيسي والاستراتيجي في ما يدور في اليمن هو الإبقاء على الحوثي كجماعة مسلحة وإدخالها في العملية السياسية ولو كان بشكل جزئي، ولكن حتى تستمر أدوات الصراع تتحرك في اليمن وحتى يستمر الصراع بالانفجار في أي وقت، لأننا نتحدث عن جماعة بربرية وحشية لا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بالحالة السياسية. نعم، لكن يعني الخطاب وحدته حول الحفاظ على الحديدة وأنها ستشكل أزمة إنسانية كبيرة خفتت تماما، يعني لم تعد كما السابق كلما تم الحديث عن تحرير الحديدة كنا نسمع كيف تضج المنظمات والمجتمع الدولي برمته، لكن الآن لم يعد الأمر كما كان عليه. وأنا أعتقد أن المجتمع الدولي حينما تلوح السعودية بملايين المليارات الدولارات، ونحن نتحدث هنا عن أمريكا حينما تتحدث مع السعودية المجتمع الدولي يسكت ولا يتكلم. ما يحصل يعني في اليمن خلال 4 سنوات، يعني ما الذي حصل؟ تتفق السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل شيء يمشي على مرام، ليس يعني مسألة الأزمة الإنسانية لا تهم السعودية ولا يهم المجتمع الدولي ولا يهمهم شيء. هم أحيانا يشعرون ببعض الإحراجات فيطلقوا بعض التصريحات وخصوصا المنظمات الدولية، لكن حينما نشاهد ما يحصل يعني في الحديدة التأخير المستمر، يعني عندما نتكلم عن مورد مالي يعني هائل للحوثيين خلال 4 سنوات، يعني لكن تتحدثي عن ملايين الدولارات التي يحصلون عليها من خلال الميناء، تتحدثين عن حجم الأسلحة التي تصلهم حتى وإن كان التحالف يسيطر على البحر، لكن وسائل التهريب كما نعلم هي من أجمل الوسائل خاصة فيما يتعلق بالبحر الأحمر والخليج العربي والمهربين خلال فترة علي عبد الله صالح. كانوا لا يوردون فقط اليمن ولكن يوردون للشرق الأوسط ويوردون أيضا للقرن الأفريقي، واليمن كانت محطة تهريب سواء للبشر للمخدرات للسلاح. إذن في تصريحاته قال المسؤول الإيراني وافقنا على العمل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء الصراع في اليمن، وأكد قائلا سنستخدم نفوذنا لإحضار حلفائنا إلى مائدة التفاوض. يعني هل باتت الصورة الآن واضحة أكثر من أي وقت مضى بخصوص التدخل الإيراني في اليمن؟ المسألة يعني تكرار مكرر وليس أقل ولا أكثر. بالنسبة لإيران هي أصبحت يعني فاعلة في اليمن، يعني شئنا ما بين الحوثيين أصبحوا أداة من أدوات إيران في المنطقة. ما يحصل في المنطقة نجد أن الحوثيين يخرجون دائما بتصريحات لحلفاء إيران سواء كان في سوريا في العراق في 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 لبنان فيما يتعلق بالخليج. الحوثيين أصبحوا أداة يعني شئنا ما بين، ولكن السؤال هنا يعني حول السعودية وحول الخليج، يعني ماذا يريدون، وأيضا حول الكتلة الوطنية التي نتحدث فيها والتي تعيش الآن في الرياض، يعني عن المخاطر التي يعني يدركونها فيما يتعلق باليمن. إذا واصلوا بهذا النفس وبهذا الأسلوب المجتمع الدولي لن يسكت، المجتمع الدولي سيبحث في النهاية عن حلول. نعم. ولن يظل يتفرج على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، ونحن نشاهد يعني آلاف الصور التي تنشر. مشكلة اليمن هي كانت يعني من بداية الحرب إلى الآن هي أن العالم يكره السعودية كرها شديدا، المحافل الدولية لديها عداء شديد مع السعودية، المنظمات الدولية لديها يعني علاقات متوترة مع السعودية. جزء يعني من خسارة معركة اليمنيين مع الحوثيين أو مع إيرانيين أو مع الجماعة المسلحة هي مسألة السعودية. حينما نتكلم عن اليمن
لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عن موضوع اليمن وعن الحوثيين بشكل رئيسي ومباشر إذا لم يتحدث عن السعودية، وهذه هي كانت يعني جزء من خسارنا. وبالتالي أعتقد أن الكتلة الوطنية الكبيرة التي تعيش في الرياض والتي تدير سواء الأحزاب السياسية أو المقاومة على الأرض عليها أن تدرك جيدا هو الضغط باتجاه حسم المعركة وهي أقل التكاليف. لا يمكن لليمنيين أن يتعايشوا مع جماعة بربرية مسلحة عملت باليمنيين خلال 4 سنوات ما عملته الإمامة خلال يعني 300 عام. نعم، إذن هذه التحركات الإيرانية داخل الأروقة الدولية واعترافها أيضا الأخير بالسعي للضغط على الحوثيين، برأيك ما الذي يترتب على مثل هذا الالتزام؟ أعتقد أن يعني القوى السياسية هي تبحث الآن عن مخرج، السعودية الآن أيضا تبحث عن مخرج، الإماراتيين للأسف الشديد هم يبحثون عن إطالة أمد الصراع من خلال إدخال الجماعة المسلحة يعني الحوثيين في مسألة العملية السياسية. ما شاهدناه في الجنوب حينما تحركت الإمارات وأنشأت المجلس الانتقالي وتدعم الحركات المسلحة الانفصالية، الحركات التي دائما تدعو إلى الجهوية وهي المشكلة الرئيسية في الجنوب، ما تقوم به الإمارات في الجنوب هي أيضا تقوم به في الشمال. هم يريدون نفس الكلام في مناطق شمال الشمال، أن يكون طارق صالح وأن يكون الحوثي هم الجهة الرئيسية الفاعلة في المرحلة المقبلة. وبالتالي نشاهد يعني خلال الفترة الماضية وحتى الآن كيف تعاملوا مع الكتل الوطنية الكبيرة سواء يعني أحزاب القوى الوطنية مع التجمع اليمني الإصلاح مع القوى السلفية المعتدلة. يعني الفترة الماضية شهدنا عملية الاغتيالات، شهدنا عملية التصفيات، شهدنا عملية الإقصاءات. منذ أن اجتمع الأستاذ محمد اليدومي أمين عام رئيس الهيئة العليا للإصلاح مع محمد بن سلمان ثم مع محمد بن زايد لم نجد أي شيء، وجدنا أن الإعلام نفس الخطاب نفس العداء نفس الفكرة، وشاهدنا ما حصل في سقطرة خلال الفترة الماضية. كان المحافظ ليس له علاقة بالإصلاح، كل القوى التي خرجت من الوزراء من المسؤولين تكلموا معظمهم من غير حزب الإصلاح، ولكن وجدنا أن الهجوم لا زال الإمارات وإعلام السعودية كله يهاجم حزب الإصلاح ويدخلوا في الأسطوانة المشروخة وهي الإخوان وأثرهم وخطرهم على ما يحصل فينا. وبالتالي أعتقد أن المشكلة عميقة وتحتاج إلى أن تدفع هذه القوى الوطنية بالسعودية وبعقلاء يعني ما تبقى من أسرة آل سعود باتجاه الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بإنهاء الحرب في اليمن عن طريق الحزم العسكري وليس عن طريق المفاوضات السياسية. لكن الجميع يسعى للمفاوضات السياسية، وقد تحدثت أنت أيضا يعني عن أن محمد بن سلمان تحدث عن الحل السياسي، حتى بالنسبة لتصريحات جماعة الحوثي يتحدثون عن القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن طبعا كل طرف له شروطه. أنا كنت سألتك عن يعني هذه التحركات التي تقوم بها إيران، ما الذي سيترتب عليه من التزام تلتزم به إيران تجاه المجتمع الأوروبي بالنسبة لليمن، ما الذي ستصنعه؟ هناك إشارات إذا وجدناها ممكن الحديث بعد ذلك عن مسألة المفاوضات أو مسألة حل سياسي. مسألة رقم واحد هي إطلاق المعتقلين المختطفين الذين اختطفتهم عصابات الحوثي من داخل منازلهم. نحن نتحدث عن يعني ما يقارب 3000 إلى 5000 معتقل ومختطف سياسي، معظمهم من حزب التجمع اليمني للإصلاح ومن قبائل شمال الشمال. إذا وجدنا أن القيادة البارزة المعروفة لدى المجتمع اليمني وعلى رأسهم محمد قحطان وعلى رأسهم محمود الصبيحي إذا خرجوا وتم إطلاق يعني حتى ولو كدفع أولية وأساسية، يمكن الحديث بعد ذلك عن وجود ضغط إيراني فعلا أكيد على جماعة الحوثي. إذا تحدثنا عن قيام الحوثيين أيضا بتسليم السلاح الثقيل التي استولت عليه من الدولة، أو على الأقل تسليم الكشوفات أو تسليم يعني إحصاءات رسمية بالأسلحة المنهوبة التي أخذتها من وزارة الدفاع من الألوية العسكرية، يمكن بعد ذلك الحديث عن وجود ضغط إيراني فعلي أكيد على جماعة الحوثي. يعني ربما أنت ذهبت بعيدا أستاذ نجيب، لا أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد. يعني الضغوطات التي ستمارسها إيران هي فقط للجلوس على طاولة الحوار، يعني هذه إشارة. إذا وجدنا هذه الإشارة يمكن الحديث عن وجود أداء إيرانية فعلا، أما الحديث عن جلبهم لطاولة الحوارات أعتقد أن لسنا بحاجة إلى مفاوضات جديدة. نحن بحاجة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في آخر مفاوضات وهي مفاوضات الكويت. نحن بحاجة إلى تنفيذ الأشياء الرئيسية من اتفاق 22/16 بالضبط. إذا استطعنا أن نحصل على إشارات بتنفيذ ولو بند يعني مسألة بسيطة جدا، يمكن الحديث عن وجود ضغط إيراني. أما الحديث عن مفاوضات أو عن جلبهم للطاولة دون وجود أي إشارات، دون وجود أي
أي تحركات على الأرض، أعتقد أن هذا يعني نوع من العبث وليس له أي قيمة. يمكن إيران تحاول الخروج من عنق الزجاجة، خصوصا مع تقديم أوراق للفرنسيين والبريطانيين الذين لديهم مصالح كبيرة جدا في إيران. نتكلم عن شركات النفط، خصوصا الاستثمارات التي قاموا بها. نتكلم عن شركات النفط، نتكلم عن شركات الطيران، نتكلم عن شركات التصنيع التي يعني أصبح. نعم يعني الآن المجتمع يعني الدول الأوروبية هي بحاجة إيران وبحاجة للاتفاق بالتأكيد النووي. هل يعني تود الدول الأوروبية الخروج من عباءة استعلاء ترامب لنقول أو الولايات المتحدة بالاتجاه نحو اتفاق إيران والقبول ب يعني هكذا مقايضة وهي اليمن؟ أعتقد أن السعودية قدمت يعني إغراءات لأمريكا تتجاوز به الأوروبيين بشكل رئيسي، صفقة القرن المتعلقة بالقدس وما إليها، صفقة يعني 760 مليار دولار. لا أعتقد أن أمريكا ستضحي بهذا مقابل يعني الحديث عن اتفاق يعني بريطاني فرنسي في هذا الموضوع. أعتقد أن السعودية هي من ستحدد خيار اليمن للأسف الشديد خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالحل السياسي. هناك خطورة شديدة على اليمن وهي من أي ناحية؟ ما هي الخطورة التي الجانبية؟ نجيب يعني الحل العسكري لنا نتحدث عنه ثلاث سنوات وأكثر، يعني أكثر من ثلاث سنوات ونحن نتحدث عن الحسم العسكري ولكن لم نجد هذا الحسم. يعني ربما الناس وصلوا إلى مرحلة يحكمنا الشيطان، المهم أن تهدأ هذه الحرب وتخلص. حينما نشاهد التجارب على الأقل التي تدور في المنطقة، يعني وجدنا الصومال يعني استمروا 20 سنة ولكن في النهاية تخلقت هناك يعني دولة وطنية وقيادة وطنية. شاهدنا ماذا فعلت مع الإمارات عندما طردت الإماراتيين، خصوصا فيما يتعلق بصفقة الميناء الخلفية التي جاءت بالإمارات. شاهدنا جيبوتي وهي دولة صغيرة وبسيطة كيف استطاعت أن تتحرر رغم أنها يعني مثقلة بالديون ووضع اقتصادي سيء. عندنا مثل في كولومبيا في أمريكا اللاتينية، 40 سنة والحكومة الشرعية الرئيسية تقاتل جماعة فارك اللي هي كانوا يسموها الجيش المسلح. 40 سنة حاولوا إدخالها في مفاوضات مع الجيش المسلح لكن الحكومة رفضت، والرئيس الحالي كان لديه يعني مقالين كتبهم خلال 4 سنوات. يعني من ضمن الأشياء الرئيسية التي تكلم عنها قال لا يمكن أن نتفاوض مع الجيش إلا إذا نفذ شروط أساسية. الشرط الأول هو التخلي عن السلاح، الشرط الثاني هو أن ينصاعوا لمسألة العدالة الانتقالية لمحاكمة المجرمين وتصفية الحسابات، الشرط الثالث إذا نفذوا الشرطين السابقين يمكن لنا الحديث. وبالتالي 40 سنة والحكومات يعني تتفاوض معهم بلغة القوة حتى وصلوا إلى مرحلة. نعم لكن نحن للأسف الشديد قبلنا بفكرة طرفي الصراع وقبلنا الجلوس على طاولة الحوار مع ميليشيا، قبلنا أن يسموا في أوراق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنهم طرفي حرب. يعني هذه هي المشكلة الرئيسية وهي إدخال جماعة مسلحة في عملية صراع سياسي. كيف تتفاوض مع شخص يحمل البندق والسلاح ويضربك ويغرس تحت أقدامك الألغام ثم تتكلم عن مسألة حل سياسي؟ أعتقد أنها زرع بذور الصراع سيستمر. إذا استمرت السعودية بهذه الطريقة ستنفجر الصراعات في وجه السعودية. أما اليمنيون يعني ليس لديهم ليخسروا أكثر مما خسروا خلال الفترة الماضية. بالتالي على القوى الوطنية هي أن تدرك جيدا مسألة الصراع التاريخي في اليمن. لا يمكن لنا أن نرمي التاريخ خلف ظهورنا وأن نمشي للأمام. لا يمكن للفرنسيين والبريطانيين أن يحددوا مستقبل اليمن، هذا يعني من غير المستحيل. الفترة الماضية ربما للأسف الشديد الحكومة الشرعية والقوى السياسية انصاعت للسعودية ومشت في مسألة الحوار وجلب الحوثيين إلى طاولة الحوار والاعتراف بهم بشكل رسمي. لكن هل سيكون هناك يعني حل للمسألة اليمنية بهذه الطريقة؟ أنا لا أعتقد. أنا أعتقد أن جلب الحوثيين دون الوصول إلى مرحلة العدالة الانتقالية وهي رقم واحد، إذا أردنا أن نجيب الحوثيين إلى طاولة الحوار علينا أن نحدد مسألة العدالة الانتقالية وهي لمحاسبة المجرمين وتصفية الحسابات التي قدمت الحوثي جماعة الحوثي خلال 4 سنوات. غير ذلك يعني سندخل في متاهة جديدة ولن نخرج منها على الإطلاق. نعم إذا نسمح لنا أستاذ نجيب أن نستكمل حوارنا هذا ولكن بعد هذا الفاصل. Thank you.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، قبل أن أعود إليك، ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي إبراهيم القعطبي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك معنا. وتصريحات إيرانية تحدثت عن احتمالية أن تقايض طهران بحلفائها الحوثيين مقابل موقف أوروبا حول الملف النووي أو الاتفاق النووي، كيف تتابع ذلك؟ أنا في اعتقادي الإيرانيين يلعبون بأوراق ذكية جدا، يستطيعون المقايضة مع المجتمع الدولي والإقليمي من أجل كسب أوراق على كافة المستويات، فهم يحاولون الآن اللعب على ورقة الحوثيين من أجل يعني سحب الغضب الأمريكي من استهدافهم بشكل مباشر، وأيضا مقاتلة الخليجيين، وفي نفس الوقت يودون البقاء على الحوثيين ككتلة قوية، لأن بقاء الحوثيين ككتلة موحدة وقوية، وإذا شرعت في دخول في عملية سياسية مع بقية النخب اليمنية فهذا سيعطي إيران أيضا ورقة قوية في اللعب على المستوى الإقليمي، فهم هذه أوراق بالنسبة للإيرانيين رابحة على كافة المستويات، المستوى الداخلي والخارجي، يعني سحب الغضب الأمريكي، أيضا بقى الحوثيين كقوة متماسكة. أنت تعرفين أنه في الأيام الأخيرة بدأت ميليشيات الحوثية يعني بالتدحرج نحو المناطق الشمالية، ويفقدون كثير من الأوراق وبدأون يتساقطون، يعني فهم الآن يبحثون على ورقة إبقاء حلفائهم الحوثيين في اليمن بشكل قوي، وهذا يعني الدخول في مفاوضات مع الأطراف السياسية اليمنية، وهذه اللعبة مكشوفة في اعتقاد الإيرانيين، يجدون اللعب على هذه الأوراق وأوراق الميليشيات في المنطقة. هناك انهيار متكامل للحوثيين في مناطق الحديدة ومناطق أخرى، والآن أنا في اعتقادي أنهم يلعبون على الورقة من ناحيتين، إبقاء الحوثيين في المعادلة السياسية اليمنية، وأيضا إبقاء النقاشات الدولية حول النووي الإيراني، وأيضا بقائهم في المنطقة كقوة موازية للسعودية ولدول الخليج. نعم، يعني تقصد بالانتصارات التي حققها الجيش في الحديدة بأن الآن الحوثيين يبحثون عن طوق نجاة لإيقاف تقدم القوات الحكومية ومنع سقوط الحديدة من بين أيديهم؟ طبعا هذا النقطة مهمة، وأيضا الحوثيين يبحثون على أقصد الإيرانيين يبحثون عن أن يبقوا هذه القوة متواجدة، وهذا يعني أنهم سيلعبون الدور الوسيط من أجل أن يدخل الحوثي في مشاركة سياسية قبل أن يخسر كل الأوراق. كما تعرفي أنه إذا يعني تم تحرير مدينة الحديدة بغض النظر عن التحرير الذي نتحدث عنه، سيسحبوا أهم ورقة اقتصادية من أيدي ميليشيا الحوثي، التمويل الذي كان يذهب به الإيرانيون من خلال البحر الأحمر، سلاح وغيره لن يصل إلى الحوثيين في المستقبل. سيتم إغلاق كل المنافذ الدولية التي كان يخرج منها الحوثيين ويدخل من خلالها، وتصلهم المساعدات والغذاء والمعونات الدولية وغيرها. فإذا سحبت هذه الورقة أصبح الحوثيون بين قوسين أو أدنى من السقوط، ليس فقط في المحافظة التي يسيطرون عليها ولكن في اليمن ككل، وهذا يعني سحب ورقة مهمة من المفاوضات الإيرانية ومن السياسة الخارجية لإيران، والتي تقايض بها ليس فقط على المستوى الخليجي وإنما على المستوى الدولي وبخصوص برنامجها النووي على وجه التحديد. نعم، إذا في حال صرح الحوثيون أنهم سيقبلون بالاتفاق السياسي أو العودة لطاولة المفاوضات، هل نتوقع يعني قبول الحكومة بذلك؟ أنا في اعتقادي هناك أجندة متضاربة في اليمن، لا أرى أي حلول سياسية مستقبلية وعلى المستقبل القصير. هناك أجندة إماراتية في اليمن، هناك أجندة سعودية في اليمن، هناك أجندة داخلية مختلفة في اليمن. نحن نتحدث عن أجندة لأبناء الشقيق المخلوع الذي يتبع الإمارات، هناك أجندة انفصالية، هناك أجندة أقاليم، هناك أجندة دولة يعني فدرالية. فلذلك أنا في اعتقادي الآن المشاريع كثيرة متضاربة في اليمن، وكثير من المشاريع هذا على سبيل المثال السعودي والإيراني والإماراتي، هذه المشاريع بحاجة، بقائها بحاجة إلى استمرارية الحرب.
أما المشروع الذي الجامع لليمنيين هو مشروع الدولة الفدرالية ومشروع الأقلام والمشروع الذي يجمع عليه اليمنيين، وهذا بحاجة إلى إيقاف الحرب من أجل استعادة هذه العملية السياسية. أنا في اعتقادي أنه الأجندة قوية ومتضاربة في اليمن، ولن يستطيع أحدا في الأيام القريبة أن يوقف الحرب، وإنما الكل مستفيد من هذه الحرب القذرة، والخسران هو الشعب اليمني ومشروعه الكبير والجامع. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، يعني لو تحدثنا عن هذه التصريحات والعودة لطاولة الحوار، يعني نعلم إذا أن الحوثيين هم بيد إيران، وربما هذا ما اتضح في هذه التصريحات أكثر، يعني وللأسف الشديد الحكومة هي يعني تحت إطار السعودية، يعني الحرب في اليمن هي بالوكالة، هذا ما يحدث. إذا الاتفاقات لن تأتي برضا للحكومة أو للحوثيين، هل سيتم الاتفاق من وراء الطاولة على حل سياسي حتى ويجبر عليه بقية الأطراف؟ أنا في اعتقادي أنه يعني بالحديث حول الإيرانيين، الإيرانيين يستخدمون الحوثيين والحوثيين يستخدمون الإيرانيين، هم ورقة كل واحد يستخدم الثاني من خلالها لبقاء هذه الورقة في يده. أما بالنسبة للحلول السياسية، إذا أردنا أن يكون هناك يعني أن يكون الحل هو المشروع اليمني الجامع، فأنا في اعتقادي أنه إذا مثلا وافق الحوثيون على الدخول في عملية سياسية وضع السلاح وتسليمه للدولة الشرعية والدخول في محادثات، ربما نستطيع أن نجمع مشروع داخلي. اليمنيين لو تركوا المواجهة والحرب فيما بينهم ربما يستطيعون الخروج إلى بر الأمان والدخول في مفاوضات من أجل إنقاذ ما تبقى من اليمن. أما هناك كما قلت مشاريع متناقضة في المنطقة، ومن ضمنها ما يجري في اليمن، هناك أجندة سعودية إماراتية في اليمن، وهناك أيضا أجندة أوروبية في اليمن، أمريكية بريطانية، وهناك أجندة إيرانية في اليمن، وذلك وكلهم يسعون من أجل الحصول على أكبر يعني أهم موقع استراتيجي عالمي من ناحية، والسيطرة على الموانئ وعلى الثروات اليمنية. هناك ثروات طبيعية كثيرة في اليمن، النفط والحديد والذهب وغيره من الثروات الذي يتصارع العالم من أجله. يستطيعون تمرير، يعني دول الخليج والإيرانيين والدول الغربية يستطيعون تمرير تقسيم مصالحهم في اليمن بعيدا عن الحكومة الشرعية والشعب اليمني، وهذه مشكلة كبيرة، لكن هذا ستؤجج الشارع اليمني وستؤدي إلى مزيد من التصارع فيما بين الأطراف اليمنية والخارج. فأنا في اعتقادي لو ذهب اليمنيون إلى طاولة الحوار بوسعهم يعني انتشال أنفسهم من هذا المستنقع وهذه الحرب القذرة، لكن إذا وضعوا أوراقهم بيد الخارج فأنا في اعتقادي أن احنا سنرى انفصال وسنرى دويلات مختلفة في مأرب وفي صعدة وفي مناطق أخرى، ولن يستفيد منها إلا من يتربصون باليمن وبخيراته وبالسيطرة على موقعه الاستراتيجي وموانئه وجزره. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، أوجه لك السؤال الذي وجهته أخيرا للأستاذ إبراهيم، يعني أنت تحدثني عن رئيس ظل 40 عاما يتحدث عن أولويات له للجلوس على طاولة الحوار، نحن تم الجلوس وانتهى الأمر، الآن لو السعودية التي أرهقت كما قلت في هذه الحرب العسكرية لوح لها ببادرة حل سياسي، ألن تضغط هي أيضا على الحكومة وإيران تضغط على الحوثيين ويقبلوا يتم القبول بأنصاف الحلول؟ والله أنا لا أستبعد، خصوصا مع محمد بن سلمان مع محمد بن زايد ومشاريعهم في اليمن، هم بالنسبة لهم اليمن هي ينبغي أن تظل ضعيفة، ينبغي أن لا تكون قوية، اليمن ينبغي أن تستمر في صراعات متتالية ومتوالية. ما قام به التحالف خلال 4 سنوات يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن السعودية لا تريد الخير لليمن ولا تريد الاستقرار لليمن، لكنها تستنزف أيضا، يعني هي أليست يعني خاسرة في معركة كهذه؟ ألا تزج يعني الكثير من الأموال بكتل بشرية بأسلحة؟ يعني ما الذي ستستفيده من إطالة أمد الحرب بهذا الشكل؟ للأسف الشديد السعودية لا زالت تمشي على استراتيجية الجد الوالد الأبر القديم الذي تحدث عن عز السعودية بذل اليمن وظل السعودية هي بعز اليمن، ولا زالوا يمشون بهذه الطريقة. كنا نعتقد أن عزفة الحزم هي
صحوا مبكر او صحوا متاخر للسعوديه حتى تصحح الخطا التاريخي الذي ارتكبته من خلال دعمها مع الامارات للحوثيين وادخالهم الى العاصمه صنعاء واسقاط اليمن بتلك الطريقه. ولكن ما شاهدناه بعد ذلك شاهدنا المناطق المحرره كيف عبثت السعوديه والامارات بتلك الطريقه، شاهدنا كيف غزه والصراعات فيما يتعلق بتعز، شاهدنا اطاله امد الصراع الى هذه المرحله، شاهدنا استهدافهم للقوى الفاعله والحيه في اليمن. وبالتالي اعتقد ان السعوديه قد تصل الى مرحله ويعلن بشكل مفاجئ عن تفاهمات بينيه بين الحوثي وبين السعوديه، وتكون الشرعيه هي الطرف الاضعف للاسف الشديد في 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 هذا الموضوع. هناك حلقات وقنوات تواصل بين السعوديه والحوثيين لم تتوقف حتى هذه اللحظه، هناك تفاهمات مشتركه حتى هذه اللحظه، ولكن متى سيعلنها؟ اعتقد انها ستكون مفاجات من مفاجات محمد بن سلمان الذي عودنا عليه خلال الفتره الماضيه. وللاسف الشديد ان الحكومه الشرعيه في موقف ضعيف، لكن اعتقد ان عبد الله منصور هادي ايضا كما عودنا بالمفاجات العجيبه والغريبه، اعتقد انه ايضا لن يسكت وسيقوم بما قام به خلال 4 سنوات. شاهدنا كيف قام بمبادرات وبمواقف وقرارات في يعني حينما ينام الشعب اليمني يصحو الرئيس اليمني عبد الله منصور هادي ويقوم باتخاذ قرارات يعني نشتغل عليها بعد ذلك 3 إلى 4 أشهر وهكذا. كذلك اعتقد ان القوى الوطنيه ايضا في اليمن لا يمكن لها ان تقبل ان تكون السعوديه هي هل ما زالت لديها قدره القبول او الرفض استاذ نجيب؟ نعم، لانه تتحدث عن تشكل جبهه وطنيه كبيره من هذا في الداخل. نعم، والجيش الوطني من نعم. من هم عند السعوديه؟ هل ما زال الرئيس هادي قادر على اتخاذ قرارات مصيريه؟ هل ما زالت الاحزاب الوطنيه الموجوده ايضا في السعوديه قادره على اتخاذ موقف اذا ما شعروا بالغبن باي اتفاق سياسي قد يلغي يعني حق المجتمع اليمني في يعني محاكمه من تسببوا بكل هذه الحرب؟ يعني يكذب من يقول انه يعرف ما الذي سيحصل غدا في في فيما يتعلق باليمن، ولكن في اليمن هناك بعض الملاحظات يعني ممكن نفهم من خلالها طبيعه المجتمع وماذا سيحصل. اليمن بلد المفاجات، اليمن مثل ما يقول المثل الشعبي كل يوم له شمس وريح يختلف عن اليوم السابق بلا شك. دعني اضرب لك مثال وهي سقطرى. من كان يتوقع ان سقطرى التي غيبت عن اليمن سواء كان في الجنوب او في الشمال لاكثر من 100 سنه تتحرك بتلك الطريقه وتوجه رساله للامارات؟ يعني كانت ضربه قاصمه وشوهت وضربت الامارات في معقلها، وهي تتحدث عن سقطرى التي تشتغل فيها منذ اكثر من 10 سنوات وهي فاعله ولديها علاقات. ايوه، شاهدنا كيف خرجت سقطرى بتلك اللوحه الجميله المتعلقه باليمن وبشعارات اليمن وكيف خرجوا بتلك المظاهرات. اذا لا يمكن الحديث عن مسارات محدده بالنسبه للشعب اليمني. اعتقد ان القوى السياسيه لا زال لديها خيارات، الرئيس هادي لا زال لديه خيارات ولا يزال لديه قرارات اذا كان هناك تعدي على صلاحيته، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجيه وهي مساله المفاوضات، مساله الحلول السياسيه، مساله ترتيب اوضاع السلطه في اليمن. نعم، اذا يعني لو اخذنا ايضا بعين الاعتبار استاذ نجيب الضريبه التي دفعها اليمنيون نتيجه التدخل الايراني حتى الان، يعني وانت تحدثت ايضا ان هناك جبهه وطنيه مشكله في الداخل لن تقبل باي حلول قد تضيم هذه الحقوق. بالنسبه لايران اليمنيه تعتبرها امتداد تاريخي، هي تعرف وتقرا التاريخ بشكل جيد. الايرانيين يعرفون ان اليمن والشرق الأوسط أي إمبراطورية كانت تمر عبر الشرق الأوسط كانت تمر على اليمن ومنذ أكثر من 3000 سنة. الإيرانيين أيضا يدركون أن حركتهم في المنطقة سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر أو في المضايق أو مع الخليج العربي ويمر عن طريق اليمن، وبالتالي إيران لن تفرط في اليمن. بالعكس، هي ربحت يعني بسعر رخيص مسألة وجود نفوذ وعلى الأرض وبمساحات شاسعة وعلى الحدود مع السعودية. من يتحدث الان عن خساره لايران اعتقد انه يعني يخطئ جيدا. يعني حينما ثبتت ايران اقدامها وموطنها في يعني نتكلم عن اكثر من 8 إلى 9 محافظات في اليمن، يعني اراضي شاسعه تستطيع ان تتحرك فيها، وهي والحوثيين ما زالوا جماعه متمرده وجماعه مسلحه وخارجه عن الشرعيه ولديها ثارات مع مختلف اليمنيين، فما بالك لو دخلوا حتى بوزير واحد
هذا الوزير الواحد سيكون بوابة إيران، وستشتغل إيران من خلال هذا الوزير، ولن يستطيع أحد أن يوقفها. من يمكن أن يوقف أي إيراني حينما يتحدث عن وزير حوثي يتواصل مع حزب الله ومع إيران ويفتح الأبواب ويفتح المطارات ويفتح الموانئ، وسيكون دخول إيران بطريقة رسمية، وبالتالي يعني سنتحدث عن 3 إلى 5 سنوات، وسنشاهد أن القوى اليمنية ستضرب يعني عن بكرة بها، لأننا نتحدث عن إيران، إيران المال، إيران المذهب الطائفي والمناطقي والجاوي، إيران البعد الاستراتيجي في حياكة المفاوضات وفي حياكة الدسائس وفي قدرتها على النفوذ في الشقوق. إيران إذا وجدت يعني منفذ واحد وصغير ولو حتى كيلو، ستجدين بعد 3 سنوات وقد تحول إلى جبهة طويلة عريضة. هذا ما تقوم به في اليمن، وبالتالي أعتقد أن إيران بالنسبة لليمن أصبحت يعني فيما يتعلق بالأمن القومي اليمني وحتى الخليج العربي، إيران أصبحت عدو استراتيجي بالنسبة لليمن. ما قامت بإيران في اليمن أعتقد أنه سيكون يعني في أذهان اليمنيين، حتى يعني أعتقد أنه سيكون لجيل أو لجيلين، ولا يمكن لليمنيين أن يقبلوا بأن تشكل جماعة طائفية مناطقية وأسر معينة في مناطق شمال أن تتحكم بمصير اليمنيين. نتكلم عن 26 مليون، لا يمكن لجماعة لا تتجاوز يعني عدد أفرادها، إذا حسبنا يعني حساباتنا نتكلم عن 50,000 يعني من هذه الأسر، أتكلم عن الأسر الهاشمية العنصرية التي تشكل العصب الرئيسي لجماعة الحوثيين. لا يمكن لنا أن نقبل بأن يكونوا هم يعني من يحددوا مستقبل اليمن. هناك حزب سياسية تشتغل لأكثر من 30 سنة، لا يمكن يعني أن تقوم بتجريف يعني العمل السياسي في سبيل نعم هذه الأفكار السلالية. نعم، إذن أستاذ نجيب، يعني نحن نعرف أن جزء من العمل الإيراني هو الترويج للوهم، وهو ما يعني سميته أنت الاستراتيجية الذكية أو المستقبلية. يعني هل تسوق الآن الوهم أيضا للاتحاد الأوروبي في مسألة فرض نفوذها على اليمن؟ بلا شك إيران هي تعرف كيف تتعامل مع الآخرين. إيران تشتغل بلغات المصلحة. إيران بالنسبة لروسيا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هي تتعامل معهم بلغة المصلحة رقم واحد. أوروبا تعاني من مشكلة الغاز الطبيعي، إيران توفر لهم هذه بامتيازات وبخدمات يعني بأسعار رخيصة جدا، وبالتالي الغرب هو يتعامل بهذه المصلحة. لا يهمه لا شعب يمني، ولا يهمه 26 مليون، ولا يهمه جانب إنساني. هذا هو كلام فاضي فيما يتعلق بالنسبة للغرب. الغرب يتكلم عن يعني البزنس وعن المصلحة، وماذا ستقدم لي، ماذا سأقدم لك باختصار شديد. وبالتالي أعتقد أن الحكومة اليمنية مقصرة في هذا الجانب فيما يتعلق بالتعريف بالقضية اليمنية، يعني وببناء العلاقات أيضا، يعني شيء مرعب فعلا. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي نجيب اليافعي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.